الثوار فيلم يحكي قصة حب خلال آخر سنوات الاحتلال البريطاني لزنجبار. الفيلم عبارة عن مزيج بين الحب والثورة والرغبة في التحرر. تم عرضه في إطار الدورة الأولى لتظاهرة أيام السينما الإفريقية بالرباط. هذا العمل السينمائي يرصد قصة شاب من الثوار وفتاة ضحية زواج قصري، يحبان بعضهما، فيسعى أولهما إلى تحرير بلاده والثانية إلى تحرير ذاتها، وكلاهما عمل لا يتحقق دون تحقق الآخر. تبدأ القصة بهروب ياسمين من زواجها القصري وعودتها إلى زنجبار حيث ينبذها أهلها، فتلجأ إلى ضواحي جزيرة معزولة. هناك حيث تلتقي بدنشي الذي وهب حياته لنضال الاستقلال من الحكم البريطاني، لتجد نفسها في معركة نضالية من أجل تحريره بعد اعتقاله بسبب نشاطه. السينما وسيلة قوية للتواصل والمقاومة وفهم التاريخ وتشريح السياسات المعتمدة اليوم. الفيلم التنزاني الثوار فاز بالجائزة الذهبية لمسابقة الأفلام الروائية الطويلة برسم الدورة 33 لأيام قرطاج السينمائية عام 2022.